افتتاحنا يوم 26/1 كرنفال المحلة في المداح يوم 26. معانا شغل كازان كله داخل معانا في افتتاحنا ان شاء الله بفضل الله. تعالي كده معانا كده، كل تاجر جملة بيتفرج عليا، شغل كازان انت عارف اسعاره، عارف بتشتري بكام، بعد سعر الجملة وبعد سعر اللي انت بتشتري بيه انا هديك خصم 5% وهديك توصيل مجان. شوفي حتة القمر دي كده معايا، بسم الله، بصي كده هبتدي معاكي صنف صنف كده يا قمر عشان تشوفي الشغل. بصي كده شوفي الجمال، الكرتونة فيها كام دي يا مرن؟ 1 2 3، الكرتونة فيها 3 حتت اهم، عبارة عن كوفرتيتين اطفال، ملايتين اطفال، وخداريات بتاعتها اهي. بصي كده، بصي الجمال، 6 كتب. تعال نشوف الرسمة اللي بعدها، كل ده شغل كازان يا جماعة، شغل كازان من المصانع المميزة قوي 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 قوي. بسم الله ما شاء الله، الفة حلوة جدا. انا بحاول اطلع لك خداريات عشان تشوفي الرسومات اهي. شوفي الخدادية، شوفي خدادية الرسمة عاملة ازاي اهي، الخدادية عاملة ازاي؟ ممنوع مقارنة ابدا في قارنة. انتم اخركم تشوفوا الكازان. كازان؟ كازان مميز يا جماعة. كازان مميز. اوعى المميز. افتحي. انا سبتك شوية فتحت الشغل كله. بصي لسه شوفي. التجهيزات. تجهيزات بنجهز لك لأكبر كرنفال في المحلة الكبرى. أكبر افتتاح في المحلة الكبرى. بصي كده. الزرار ده. افتتاح فرع من فروع شركة المداح في المحلة الكبرى قصاد بنك مصر وجنب عمر افندي قصاد محطة القطر. يلا يا ملك اللي بعده، اللي بعده شوفي الجمال. بصي متاع عينيكي عشان اوريكي التوماتيك بس. زقزقيها كده ممكن تنام. بتفتحي قلب الجاتوه على مهلك كده ليه؟ ما وراناش حاجة فاضيين. الحاجات دي عايزة فاضيين احنا. الله. خش على الطبلهات، خش على الجديد والمميز، لان افتتاحاتنا مش زي اي حد. احنا لما بنقوم بنقوم مره واحده كده الناس هتنام. كده الناس هتنام صح. ما انا هلعلع لهم، بس انا بمشي تدريجيا كده تلاقي الصوت بيطلع 1 2 3 وهوب بتلاقي تلاقي الدنيا خربت. اهو اوعى اوعى التصميمات، اوعى البوسترات، اوعى البراندات. ايه يا جماله ده؟ ايه يا جماله؟ كل ده كازان داخل معانا ان شاء الله في افتتاحنا، داخل معانا في كرنفالنا اللي هيهز المحل. معانا معاكم لكل محافظات مصر، لكل تجار مصر، لكل عروسه، لكل ست بيت، لكل ام، لكل اب بيدور على اقل سعر، لا على ارخص سعر، على سعر جمله، وبعد كل ده خصم 5% وتوصيل مجاني. شوفوا كازان يا جماعه، لما فكر يعمل طقم سرير، لما فكر يعمل طقم سرير، شوف عمل الرئه والشياكه والانقه في مكان واحد. طقم السرير بتاعه عامل ازاي يا جماعه؟ بصوا على التفاصيل. طب يا ملك استاذنك في الالوان، استاذنك في الالوان، هتعبك معايا. لا يا حبيبتي، وانا عايزه اقول لك ان هنا صواريخ صواريخ هوا، مش عارفه جايه منين حته. شوف الالوان، النوافذ، الالوان، الممنوعات بتطلع فجاه ليه؟ طب ده منين؟ من ده؟ استخسرت؟ سي 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 استخسرت ولا ايه؟ الصلاه على النبي. تعالى بقى كل الناس اللي بتتفرج عليا تجيلي مباشر. تعالالي تعالالي تاني كده. كل الناس اللي بتتفرج عليا تجيلي مباشر، محدش يقول لي اطلب اونلاين. مفيش اونلاين يا جماعه في الفتره الجايه. مفيش وقت تاكلي محشي وتتدفي تحت اللعاب وتقولي مفيش من المداح على الجاز. لا ده الناس عماله تقول، الناس عماله بس تقول اسعار 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 اسعار. ايوه ما تقولش اسعار في اللايفات. احنا بنبيع جمله خصم 5% بعد سعر الجمله. 5%. بنبيع جمله 5%. تمام. سمو بكم برضه شغالين. سمو بكم يا جماعه شغالين برضه. رقم 2، مفيش اونلاين الفتره الجايه خالص. احنا بنبيع اونلاين اصلا، يعني احنا شغالين اونلاين ومعانا مناديب للاونلاين. من امتى لامتى؟ الفتره الجايه يا جماعه بعنا مباشر. انت اللي بتتكلم
الصمت والبكم. بص يا جماعه، يعني المراسيل قصدها ايه؟ لو تاجر جمله وبتاكل لقمه عيش هتاخد خصم 5% على القمر. طب لو عروسه على كذا، يعني ما بصنفلكش، ما بقولكش خد المصري وخد عليه خصم، لا، كذا كوب ومايوركا البخاري كوره اي منتج مصري ومستورد على خصم 5% والعروسة. الكلام ده امتى يا عسل؟ يوم 26/1 ليوم 2/2، يعني لا قبل ولا بعد. كل دي تجهيزات، وبيقول اللهم صل على النبي، اللهم بارك لهم. يلا 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 افتحي اللي بعده يا مالك، افتحي اللي بعده. معانا العروسة برضو خصم 5%. ايه والله، ما هي تحب، عايزة المميز، عايزة البعيد، عايزة المكتل، بتحب الكراتين. تعالى تعالى خش كده، تعالى كده، تعالى كده، بنفتح بنفتح بنفتح، بنقول لك يا عروسه القمر مجهز لك مفاجآت. لا معلش 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 معلش، تعالي. طب بس تعالي هنا اهو. ايه اللي مدخلك عند الكهرباء؟ الكهرباء يما، هموت من الكهرباء يما. تعالي تعالي، ده الكهرباء. الكهرباء ايه؟ تعالي شوفي كده، شوفي كده بقيه التشكيل بتاع الكزان. لا 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 اصلا مش عايزه، لا لسه ارتاح. انا قلت حاجه، يعني الناس عايزه تشوف. انت حاجه يا ناس، الناس عايزه تشوف. يا ناس الشاطر، يا ناس مين بيتعب، يا ناس انا بتعب. انا بقول لك كزان، يعني كزان ده حته حلويات اهو. فرجيني مش انت دي، فرجيني ايه؟ حاضر عشان اهو. يلا الولادك بقى، وطلعي حته خداديه وتعبي نفسك. ولا يهمك، انا مش فاضيه كمان افتح الكرتونه كلها وفرج الوان. انا بكتفي بحته واحده من من الكرتون. الغزاله رايقه، الناس الحلوه سايقه قاعده بتتفرج على المداح. حطي لايك عشان تكسبي، حطي لايك بايديك الحلوه، وما تشيليش ايديك من على اللايك يا جماعه، عشان اللايك ده يعلى. كلمه بقى لابو العروسه. ابو العروسه بقى اللي حامل همه وقاعد كده اهو. يا ترى ايدك من على خدك، انا يا ترى انا جاي اهدى. يا ترى يا هل ترى هجوز بنتي ازاي؟ الحق اعمل ايه؟ اتصرف ازاي في الايام اللي احنا فيها ديت والزمن الصعب ده؟ ما تحملش همشي ايدك من على خدك. المداح حاملك اللي عمرك ما تحلم بيه، المداح حاملك اللي عمرك ما تحلم بيه. بعد سعر الجمله خصم 5%، جاز عروسه كامل 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 من اول 10,000 جنيه. والله يا ابني انت خسران كتير، لو ما جيتش تتفرج على بلد الصناعة. ليه كده يا جماعه؟ ليه؟ والمفروشات النور قاطع ولا ايه يا جماعه؟ انا مش هكسب كده. بيعملوا دلوقتي مسقعه او شويه عدس. قعدتي قعدتي واستقنصتي؟ شوفي الجمال، الله شوفي المقاس قد ايه يا جماعه. شوفي الجمال، كزان يا جماعه، إيه كزان. اقسم بالله احنا بنفرش تعف. لا لا لا، كزان كزان يا جماعه. المقاس يا محمود، والنبي يا محمود المقاس. وش بصي كده، وده عملتي ايه بقى كده لما عديتيه كده وشفتي كده؟ لا لسه المفرش الصبح دي بتتكلم مصري اهو، بتتكلم مجان. بصي كده لازم تفرتك، ما فرتكناش ما تفتحها. بصي كده بصي كده، خشي في الجديد والمميز والالوان الحلوه. الحلو ده اهو عليه خصم 5% وتوصيل مجاني. اللي بعده الوانات اللي بعده يا مالك. قالوا لا الالوان ما تعدش، الالوانات بقى ما تعدش، ما تعدش الالوان. التشكيل كاري وكافيه عرضناه 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 عرضناه. تعالى بقى الحته المايوركا دي كده بالمره عشان نختموه مسك، ختموه مسك. ولسه بقيته دي ايه؟ بقيته ده ايه؟ كل ده اتفتح. بص يا باشا، الحته بتاع المايوركا يا باشا، حته المايوركا هي دي، تقول عليها بطانيه، تقول عليها لحاف سوفت، تقول عليها مفرش قطيفه. لحاف سوفت يعني نعومه حقيقيه على ارض مدحيه. مش فاهماها دي والله، طريه مش فاهماها ولا فاهماها. نتعب مع بعض في المهرجان ده، هنتعب مع بعض. شوف بقى فواتح، هنتعب مع بعض والله. هنت الفواتح يا عندي لكم مفاجاه حلوه النهارده ان شاء الله ان شاء الله في لايف الساعه 2. هو دلوقتي الساعه كام اصلا يعني؟ لا لا هنبقى في لايف الساعه كام بقى؟ 3. ماشي 3. انتظروني. لا لسه بتفرجي، ما تتعبي معانا شويه. خيرنا ده احرك يعني. طيب شفنا يا جماعه، لسه هنطلع لهم تاني. ما لسه لسه شغل كزان. هنعمل اه ماشي. احنا ملناش اخر، احنا ملناش اخر. تجهيزات تجهيزات افتتاحنا ولمهرجاننا اللي بيهز المحله الساعه
استنوني في لايف الساعه 3 ان شاء الله. احنا في العرض وهعمل لكم لايف. انت هتعمل لايف على العرض ولا ان شاء الله الفيديو للعرض؟ ممكن العرض باذن الله. لا اعمل فيديو ولا العرض وهنطلع لهم لايف الساعه 3 وفرجهم على شغل كتير كتير. واصلا الفتره الجايه كلها يا جماعه مفاجات. الفتره الجايه كلها مفاجات. استنونا في اكبر افتتاح وفرع من فروع شركه المداح. المداح قصاد بنك مصر. المداح جنب عمر افندي. المداح قصاد محطه القمر. وعشان توصلي للمداح بسلامه ان شاء الله يوم 26/1 ليوم 2/2 اتصلي ب 010 2 8 8 5 5 4 4 9.